صباح الطبيعة، صباح عبق التاريخ. الله على جمال المنظر، موستار من أجمل مدن أوروبا ومدن البوسنة. في طريقنا إلى سراييفو، في الطريق حمر على عدة معالم، سنتوقف في ياي بلانيتسا للصلاة، بعدها يفرق فينا الطريق إلى سراييفو ويوجد مكان مميز للغداء، ونختم إن شاء الله في الرافتينج. نسير في قلب الطبيعة البوسنية، أمطار وشلالات وأنهار وسحب وجبال، هذا هو السفر في البوسنة. موستار تدين بالولاء لياي بلانيتسا، هذه البلدة الساحرة الموجودين فيها. كان يحكم البلقان دولة قوية تسمى يوغوسلافيا، وكان على رأسها الرئيس تيتو. اندلعت الحرب العالمية الثانية، فهاجم الجيش الألماني بقيادة هتلر يوغوسلافيا. وصلت جحافل الجيش الألماني حتى هذه المنطقة. كان عبورهم واستيلاءهم على يوغوسلافيا مسألة وقت، فآمر الرئيس تيتو الجيش اليوغوسلافي بأن يهدموا جسورهم بأيديهم، فأطلقت القذائف على الجسور وهدمت، وتوقف زحف الجيش الألماني ونجت يوغوسلافيا من الاحتلال الألماني. ترك الجسر كما هو كشاهد على التاريخ. أشهد أن محمد رسول الله. ما أجمل صوت الحق. توقفنا نصلي في هذه الديرة يا بلانيتسا، أمطار وأجواء روعة. وهذا المحل إذا مريتوا من هنا لا يفوتكم، محل بوريك بوسني شيء عجيب. الله 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 الله، ما شاء الله ما شاء الله. الرزق 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 الرزق. شوف كيف تقطعوه. الله 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 الله. آسف. هنا بنشوف كيف طريقتهم. حطوا على هذه النار، في عنده بالجبن وباللحم وبالبطاطس. صراحة جربناه 10 من 10. هذه بوريك، بس انه افضل من البوريك اللي بالجبن اللي في التركي، لانه انواع. اللي في البوسني صراحه عجبني. كيف كيف كستلو كيف بوريك؟ حلو بوريك، اربط بوريك عند البوريك. سحر الطبيعه في البوسنه. غدانا اليوم خراف بوسنيه، وعلى هذه الاطلاله الله 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 الله. البوسنة بلاد الأنهار والشلالات، فيها أكثر من 7 أنهار رئيسية. أشهر نهرين فيها نهر أونا في بيهاتش، ونريتفا هذا النهر في موستار. العيوب اللي موجودة في البوسنة، الشراهة في التدخين، وليس فقط شراهة في التدخين، في الأماكن المغلقة، في المطاعم، في المقاهي، مغلق غير مغلق، أطفال ما في أطفال، تجدهم يدخنون ودون أدنى احترام للبقية. يقال أنه أنهار البوسنة لا تقهر، هذا الكلام لم يعجب أعضاء الجروب. ونعم يا ابو حاتم، النهر حقنا. هاي ابو محمد، الفوز لنا، انا حختار اخر قارب. وابتدت جولتنا في نهر نيرتفا، احد اجمل انهار البوسنة. Let's go!
والغزواني على الميسرة. شباب شباب بعدون على الصخرة. ايوه لا الجوال 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 يا صدام الجوال يا صدام الجوال 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 يا شباب الحرب طاحنة الله ونعم يا فيحان ونعم يا فيحان يا صدام يا صدام يا صدام لا تخلينا لا ندعو عليك بدوامة ايش حرب طاحنة رايح بس تجربة ولا أروع في وسط هذه الطبيعة سبحان الله ملتقى الأنهار من كل مكان نهار شلال طبيعة سبحان الخالق المبدع الشلالات صف النهر الله 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 الشغلة جد الشغلة جدف جدف والله صدانا بس صدانا بس روح الحركة في جزء هادي من نهر نيرتفا ويظهر أمامنا منارة المسجد والقبة الزرقاء هذه بلدة بوسنية اسمها كونيتس عيد برمجة لكم جديد لا يغركم الأصوات ظاهرة صوتية هذا مكانهم من يوم ما بدينا السباق في النهر بس لهم صوت وحنا على مهلنا ونستمتع في تفاصيل الطبيعة الله على جمال هذه البلدة يا جمال الجامع ويظهر أحد أعلى جبال البوسنة برين هذا الجبل يقال أنه يطلع اللي يطلع على قمته في الوقت الصح والصافي يرى إيطاليا طبعا من خلف البحر الأدرياتيكي الجبل اللي عليه قمة الثلج ارجع مكانك يا فهمي فهمي بصفتك قائد الفريق صدام نصاب ما يجدف صدام نصاب ما يجدف صدقني القيادة ضعيفة عندكم لو أنا عندكم رميته من القارب وصلنا إلى وسط بلدة كونيتس وهذا الجامع الجميل اللي صورته العصر قبل نبدأ التجديف وهذا القارب أول الواصلين وحنا رقم اثنين تجربة جميلة وآمن الحمد لله بنفس الوقت وهذولا رقم ثلاثة وفي الأخير رقم أربعة شباب جدفوا جدفوا عشان نقدر نطلع في الضفة الأخرى هذا الفريق الفائز يحق له النصر وهنا الفريق الخاسر آخر الواصلين تطبيق عملي على عدم العمل بروح الفريق الواحد أن تصل متأخرا خيرا لك من أن لا تصل أبدا ظلمتم ليش؟
ليش؟ أربعة. أوه بس معكم القحطاني برجلين. الله يسعدك. قبل الصورة يا شباب، رأيكم في التجربة؟ ممتازة. ومبروك للفريق الفائز. وحظ أوفر للفريق الخاسر. وصورة.